السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه السادسه والاخيره لعبه ديد سبيس ريميك. كل ما نبدا اضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعه اخر على دعمكم بالسلسله، شكرا لكم من كل قلب. اتمنى يا جماعه اخر توصلون دعمكم بالسلسله، راح اسوي مستقبلا باذن الله. ونكمل بسم الله، ونكمل يا جماعه اخر، وخلونا ننهي اللعبه الجميله ذي. خلوك كمل يا جماعة الخير، خلوك كمل لآخر مرة. عارفين الحلقة الماضية يا جماعة الخير على نهايتها واجهنا وحش صراحة غريب، ولما واجهنا الحمد لله قتلناه، بس شايفين كيف الصحة حقتي رايحة فيها. فكة الحمد لله قدرنا عليه من أول محاولة. خلوك كمل، أيوه خلوك كمل يا جماعة الخير. افتكر القائد هذاك قال لي تعال وقابلني، خلونا نروح نقابله يا جماعة الخير. الطريق له من هنا، كفرنا بالأسلحة. أوكي الحمد لله معنا رصاص كثير. خلوك كمل الحلقة الماضية على نهايتها. عارفين كيف يا جماعة الخير؟ عن نهاية الحلقة الماضية خلصنا الشابتر الثامن ودخلنا بالتاسع. عارفين؟ فأعتقد اللعبة فيها 10 فصول. عارفين كيف؟ فالحلقة الماضية خلصنا السابع والثامن. عارفين؟ الشابتر السابع والثامن والفصل السابع والثامن. بالحلقة دي أتوقع كمان إن شاء الله راح نخلص التاسع والعاشر، وراح نخلص اللعبة الجميلة دي. لعبة حلوة صراحة. لعبة حلوة صراحة يا جماعة الخير. اللعبة عارفين كيف؟ لما بديت فيها ما كنت عارف انها صراحة مرعبة قد كذا. اللعبة صدقوا يا جماعة الخير يعني مرعبة صراحة، وكمان فيها من الصعوبة يا جماعة الخير. والله مي ذيك اللعبة السهلة اكون صراحة معاكم. كل عاجل نفسي كذا، اوكي عاجل نفسي كفو. خلنا نشوف ايش فيه. Handle 12 megatons? You know I'm not a nuclear engineer, right? I don't need you to be. Just stabilize the warhead and eject it away from the Ishimura. Christ damn it. No one trained you to carve up monsters with a plasma cutter either. You haven't let us down yet. Okay, جماعة الخير كلفنا مهمة القائد داخلنا. كيف نطلق بالمهمة دي؟ الحلقة الماضية. الحلقة الماضية قويت الانفنتوري يا جماعة الخير، يعني وسعته اللي هو المخزون حقه، يصير بدنا نشيل اشياء اكثر. ايش اقول لكم؟ بس والله شيء غير اللعبة بشكل كبير. يعني لما صار بدنا نشيل اشياء اكثر يا جماعة الخير، يعني بس ثواني، لما صار بدنا نشيل اشياء اكثر يعني صراحة اللعبة صارت سهلة بالنسبة لي يعني بشكل كبير. والله عشان كنت اعاني، والله حلقات الماضية كنت اعاني بشكل كبير انه ما كان بدل يشيل اشياء كثيرة. نحن الحمد لله عارف كيف يعني. في رصاص معي كثير. اوه في اسعافات كبيرة هنا، والله لازم تنأخذ بلها. بس ثواني خلنا نسوي دروب. والله ما اعتقد كمان المخزون مداك تقوي اكثر من كذا. الحين في 18 خانة بالمخزون. عارفين؟ ما اعتقد يا جماعة الخير في اكثر من 18، والله ما ادري يعني. على حسب علمي ما اعتقد، هو اقصى شيء 18. اوكي هنا مكتوب لوكت. فنهايه عارفين كيف اللعبه دي يا جماعه الخير، نهايه الحلقه دي راح اقول يعني اي تحلى اللعبه دي، ولا ديد سبيس، ولا كول اوف، شو اسمها دي، ايش كان اسمها يا جماعه الخير؟ والله نسيت اسمها يا جماعه الخير. اللعبه تشبه ديد سبيس، يعني نهايه اللعبه نهايه السلسله دي راح اقول اي تحلى. الى الان والله ماني متاكد اكون صريح معاكم. ذا كليستو بروتوكول، ايوه يعني نهاية السلسلة دي يا جماعة الخير راح اقول لكم رأيي بصراحة. اية احلى، ذا كليستو بروتوكول ولا ديد سبيس؟ والله ما ادري ايش ليش قذف اللعب، والله معي منه كثير. وقد قويته انا الحلقة الماضية، والله ما استخدمه كثير. الضرر اللي اسويه بالقذف اللعب والله مو مرة كبير صراحة، مع اني قويته، بس على فكرة لازم اقويه زيادة كمان. اوكي الحين طريقنا مع المصعد من هنا. بس هنا ايش فيه يا جماعة الخير؟ هنا ايش فيه؟ بلاه بس خلينا نشوف ايش فيه. والله كنا غرفة مهمة. بلاه ثواني، انا جيت هنا. هذه بعض الرسائل بس. يعني اللعبة صراحة عيب ان في كف يعني ليست مترجمة، يعني والله لو كانت مترجمة كان حيكون شيء حلو. حلو حلو من القرص ذا عشان نقوي نفسنا وكذا. ايوه خلاص خلنا نطلع من هنا.
في طريقنا مع المصعد يا جماعة الخير من هنا على تعال. ها البطارية كيف طاحت؟ غريبة والله. جني اللي شالها ولا ايه؟ اخر بانا البطارية ذي. كان في بطارية ثانية ايش فيه؟ اوه رصاص له. كان في بطارية ثانية يا جماعة الخير. هنا خلونا نعرف كيف ناخذها. اوه اوه عندنا وحوش هنا. هذا نوع جديد ذا. والله هذا نوع جديد يا جماعة الخير. شوفوا كيف يخرب بيت والله كانه سريع. اديه كف كف الدنا. واخذنا رصاص. اوه واحد ثاني كمان يا اخذك. خذ استلمه كمان. اوه مع الخفاش ذا كمان. والله والله سريع يخرب بيته. يا ساتر استر يخرب بيته. والله متعافي اقسم بالله. كم يا جماعة الخير تقريبا خلص مشط كامل. والله اعتقد راح نشوف زيهم قدام. هذه البطارية يبا. هذه البطارية الصلحانة على فكرة كيف اللي ما فيها شيء. يلا من هنا. شو اسم اللعبة اللي فيها الغاز وكذا يا جماعة الخير الحلقة الماضية؟ حلينا اللغز كان حلو صراحة. الفكرة زي المكعبات اللغز كان. But the planet won't rest until the marker is returned. You can't leave. Watch me. Oh. Oh, والله كان قاعد يكلمه تقريبا العالم ذا اللي دوبه. وايزك قال له خلاص يا عمي انا طفشت منكم انتم عشان من بدايه اللعبه كنا نكلمهم ذول عارفين كيف الدكاتره. فقال له الكوكب ترى ما يعني الكوكب يعني ما راح نقدر يعني نعالج الكوكب اذا انت مشيت من هنا يا ايزك. قال له واتش مي يعني شوف انا خلاص اخرج من هنا. بنطفش منهم. ايش عندنا من التاليف هنا؟ اكسبلوسيف. اوكي في قنابل هنا واضح. اوه شايفين هذه الصواريخ ذي. يا لطيف هذا. طب ايش بسوي معاه؟ الله يا جماعه الخير ما ادري ايش بسوي مع العبيط ذا. ولازم ما اطلق ابدا. يا لطيف والله قال لي عقل المنشار يعني. قال لي عقل المنشار يا جماعه الخير ممكن ما يسوي شيء. بس الا والله شفتوا كيف. اوكي كافو نهايته. نهاية الله اللي يوفقه نهايته. يعني والله ما ادري كان على بالي انه لما تستخدم السلاح يا جماعة الخير. البطارية دي يا اخوان جبتها من هنا من هنا. كان على بالي لما تستخدم السلاح خلاص ما راح انفجر المكان ذا كله. بس والله ما ادري شايف انت وطلقت عليه بس لكن انا اعتقد ايوه لازم ما تطلق على يده عشان يده تنفجر. الكمبيوتر الثاني ذا بس بدي يخلوني اجي عند الكمبيوتر هنا. بس اطلقت عليه هو خلاص انا اعرف كمان ما ينفجر المكان. هل لازم اقتله ذا؟ والله ما ادري. حلو حلو قربنا نطلع من هنا. خلونا نطلق دحين من هنا. وخلونا نسجل يا جماعة الخير على السريع. والله ما ادري الوحش اللي شفناه بداية الحلقة من السريع ذاك والله ما ادري ممكن راح نشوفه قدام يا جماعة الخير. الله يستر.
اوكي طريقة مع الغرفة دي بس بالاخر نشوف ايش فيه. حلو حلو رصاص. بس شوف هناك ايش فيه. كافو اخذناه. ان شاء الله في بنش قريب. اوه 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 هذا اوكي ولدي بالله الله ياخذيه في جعده. هذول نظام معاهم كذا. هذا يا جماعة الخير تطلق عليه كذا شوية انفجر مدري كيف. اكملت والله والله كملت. شوفوا بنجام معاه. ايييييه يا لطيفة هالسريع الله ياخذه. ليه بس خليجي. اوه اثنين اثنين ابشركم والله مو واحد بس اثنين. هذه قنابل دي وديهم كذا. السلام سلم اللي بعده. والله ما ادري كيف كذا لما اطلق عليهم اعرف كيف يوقفوا. اعتقد شيء اضافته على السلاح ذا والله اعتقد. والله بس يعني قدره رهيبه والله. والله ما ادري متى جبته بس كفو والله. بس شفتوا كيف ذاك اللي تقتله كذا ولما تقتله يا جماعه الخير يطلع حشرات. على الطيف والله يفجع. والله اللعبة دي من جد يا جماعة الخير لما اقول لك لعبة رعب. اي والله من جد صراحة مستوى الرعب يا جماعة الخير باللعبة دي صراحة جدا عالية. انا جيت الغرفة دي الغرفة دي جيت انا والله في اشياء طيبة هنا. ليه ما اقدر افتح هذي؟ ممكن من هنا من ال shooting range online caution live fire exercise. كان عندنا اكسر سايزر في كمان نحتاج. اوه اوه لوك لازم تسوي اصبر عنك. اوكي والله ما ادري يبغون اطلق على ايش. ماشي هذه ممكن. والله ايش معناته ذا؟ راح يطلع له وحوش عشان فشلت يعني؟ اها عشان تركز مره ثانيه على فكره. والله طيف يا اخي ايش الاخبال ذا وانت كمان جيت. نحاول اديهم كذا كلهم نحاول اديهم كذا. خلونا نديب من السلاح ذا. الله ياخذ والله فجأة يطلع. اوه اوه لسه في كمان. والله طيف انا من قلت ادخل الغرفة ذي. بس والله كفو معانا رصاص كثير من الفكرة من السلاح ذا الرهيب. اي ما يبغى يموت ذا ولا الله ياخذك يا شيخ. شوفوا قديش نقص من الصحة الله لي يوفقه. لطيف بالله شوفوا قديه. بس ان شاء الله ذا الاخير الحمد لله. اخذنا الجائزة كمان. حلو حلو ما بدك تاخذ الاشياء اللي هنا ذحين. خمس شيوخ ايوه كافو والله. والله كافو اجل لا والله ابدا ما ندمت اني جيت هنا. ان شاء الله خلاص احنا كده بالسليم الحين. ايوه خلونا نروح مع طريقنا الاساس يا جماعه الخير. فعارفين لما اطلق على اعداء بالرشاش ده اللي معايا ما ادري يا جماعه الخير فجاه يصيروا بطيئين. والله ما ادري هي قدره انا حاطها بالسلاح ولا ايش بالضبط. والله ما ادري صراحه. او ممكن ذول الوحوش لما اطلق عليهم كذا عارف كيف يصير بطيء. هذا الحين يا جماعه الخير يوم الله خلونا نسوي دروب هنا. خلونا نكمل. اوه هذا عايش ذا ولا هذا رجل ولا ايه؟ لا والله شوف المسكين بدنا نساعده بدنا نكلمه ها بدنا نكلمه يا جماعة الخير. اه والله ما مدى خسارة والله ما اعرف كمان بدنا نساعده.
يدخلون سيبر في كاش يتحول علينا فجأة. ولا ايش الليزر ذا؟ والله ما يبشر بخير. آه خلوا اديله من هنا. ايوه اوه اوه جالين هنا الله ياخذه. والله الليزر ذا اتوقع كيف جاء علي راح يسوي له ضرر واضح يا جماعه الخير. واضح اللاعب اللي تبغى يسوي كذا عشان اقدر اعدي ركب زي كذا. والله الحمد لله معي ذخيره. مصيبه والله لو ما كان معايا. والله شايف اسعافات كبيره هنا. بالله خلينا نشيل الرصاص حق السلاح ذا يا جماعه الخير. مسكنا خذ ذخيره بقيت لي منه. خلوني ايوه يا جماعه خلينا نشيل. شو اسمه احنا نحب المستوى الثالث يا جماعه الخير. بدله حقتنا بالمستوى الثالث. On the ring link. Did I lock him in alive? Chen's dead. You know that. I know my own fucking corporal. Chen, come in. ايش اسم القائد ده قاعد يقول انه تشين عايش يا جماعة الخير. تشين شفناه الحلقة الأولى عارف كيف الوحش يهجم عليه. ويش علينا والله. اتوقع في أشياء طيبة هنا. فما أدري القائد يقول انه عايش تشين. والله ما أدري. يعني انا شفت صراحه الحلقه الاولى في كيف جماعه تخري موت. خلونا ناخذ ايوه رصاص للسلاح ذا. خلوني بس بالله اشوف. عندي سلاح هنا رهيب. خلونا نجيب بس سلاح ذا يا جماعه الخير. ايوه هذا 14 طلقه ما شاء الله. كويب خلونا نحطه هنا. رهيب السلاح ذا. سميه سلاح الازمات يا جماعه الخير. رهيب صدرك كبير ما شاء الله. خلو بس الكهرباء تروح. حلو حلو خلاص ماذا الحين نكمل مع طريقنا الاساسي من هنا. لعبة حلوة لعبة حلوة صراحة يا جماعة الخير. بس والله فيها من الصعوبة والله صراحة مت فيها كثير. اول ساعتين باللعبة صراحة ما مت يمكن الا مرتين تقريبا. بس لما مشيت باللعبة اكثر والله تموت زيادة على فكرة قدام. اللعبة صراحة هذه كل ما تمشي فيها كل ما تصير اصعب. بس بنفس الوقت حلوة والله. بس والله إلى الآن ما أدري أحلى هي ولا ذا كلست بروتوكول صراحة ماني متأكد. يعني الواحد سألني قال لي عبد العزيز اشتري ذا كلست بروتوكول ولا ديد سبيس ريميك. والله ما أدري صراحة يعني كلها اثنين يعني في كيف يعني تقريبا متقاربين على فكرة جبهة تاخذ تقريبا كلهم زي بعض. ايوه وينو ذا؟ اعتقد نقدر نجيبه مع الكهرباء هنا. الله ياخذك. اوكي حرام فيك الطلقه ذي. السلاح ذا مره قوي ترى. حول الله اكره الاشياء ذي. والله استلموني والله. بك سلاح رهيب والله. كان ان شاء الله ما حد يجي من ورايا. ايه يقول لنا هنا سؤال. اعتقد لسه في دفعه كمان. حلو حلو بلع البخيس كافو. ثلاث طلقات لازم له. ويلك والله يفجع يخرب بيته يجيك جري. بس كافو توصلنا فيه. ولا هذا ايش اللي بيطلع؟ اوكي هذا اعرف نظامه انا. ثبت لي كذا يا سلام. هذا جت فيه. عارفين الكهرباء كنت ابغى يتكهرب. خلنا بسم الله كمان نجيبه على هنا.
اوه انت وراي انت. اوكي اوكي جماعة دخل نفس النظام. الله ياخذك والله يسوي ضرر كبير. بس عالج نفسي. حلو حلو. الله يمدني كهربوه. عارفين بس ايش يجيبوا علي هنا. اوكي اوكي ان شاء الله ان هي كذا. كافونا هنا الحمد لله. الحمد لله يا جماعة تأخرنا هنا. يخلنا بس عبي. ايوه لا 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 ندخل نقدر ابطل وقته كذا. والله في سلاح ثاني كمان رهيب له خلونا نحطه. اوكي اوكي هذا في اللعبة ابغى احطه انا. والله قويته قبل كذا. خلنا نحطه هنا. جد معايا ما شاء الله ابدا اخيرا كثير من حق قذف اللهب. لها بس خلنا نشوف هنا ايش فيه. واكيد ما بدك توصل هنا. ايوه خلنا بستخدم الاشياء اللي هنا. حلو حلو خلنا نكمل دعنا يا جماعة الخير. والله ما ادري اللعبة ذي كيف تنتهي يعني صراحة انا ما عمري لعبت العاب Dead Space قبل كذا. اوكي اوكي من هنا. انرجي روم غرفة الطاقة. بس بلا سجل دوب قتلت اعداء كثير فاخر شيء ابغى انه اللعبة تعيد يا جماعة اخر. عارفين كيف والله هذه انا برايي اصعب من ذا كلست بروتوكول ديد سبيس. يعني بالبداية والله لعبت على النورمال يا جماعة اخر ومت كثير والله ودحين على الايزي شوفوا كيف كمان قريب اموت. يعني شوفوا كيف على الايزي والله تقريبا قاعد اعاني. اجل كيف الهارد والله لعبة صراحة يعني جدا ما يقول لك يعني صراحة كيف تحدي تحدي والله اللعبة دي يا جماعة الخير. اوكي اوكي الطريق انا من فين؟ كيف تقول لي من هنا؟ الطريق المفروض مو من هنا. والله يا جماعة الخير يقول لي من هنا شي فيك. انا جيت من هنا. اوه مع المصعد ده. لازم تشغل المصعد. اوكي اوكي معلش. ونرجع لازم نشغل المصعد. عرفنا الحين احنا ايش في قبل لازم نجي هنا. هنا بدنا نعدي من هنا. ايوه اصلا الطريق الاساسي من هنا. من هناك ليش ابغى اروح من هناك انا؟ والله هو مدانا اروح بس ليش ابغى اروح؟ خلاص ارجع من الطريق اللي جيت منه. والله ما ادري. اخر بس ناخذ الاشياء الطيبة ذي. اوكي شكل الطريق الاساسي من هنا. بس باللاجي كذا. والله الطيف. والله ما ادري بس اتوقع النار واحدة بواحدة ممكن. قول هذا الحل زي كذا. ايه ثواني يا جماعة الخير ما ادري ايش معقدينه هنا. يا اخي عدي من هنا. خلنا طب اجيبها كذا. ايش رايك كذا؟ اوكي كذا مدانه. يا ساتر. اوكي اوكي ماشيين صح. لا والله زي كذا الحل. بس بالله اضبطها كذا. اوكي وصلنا هنا. خلنا الحين نشغل المصعد. فين ذا؟
الله يوفقك. خدي كذا. الله عطلي فلاها بدا جدا ضعيف الله. الحمد لله نعتهم كذا. اوه لسه في واحد كمان. اوكي ايوه احنا بنرجع للمصعد. اوكي خلونا نكمل يا جماعه الخير. والله ما ادري اذا بالنهايه في زعيم يعني ذا فاينل بوس كذا في زعيم اخير ولا لا، والله ما ادري. شو اسمه هذيك كان فيها اخر زعيم كذا نهايه اللعبه اللي هي ذا كليستو كان فيها زعيم بالنهايه هنا، والله ما ادري. What did that thing do to you? Help me get him to the Kelly. Shoot him. Shoot him. Oh. Yeah, Sat, restore. No. You're gonna kill him. Oh, كفو يا بطل. والله كفو. جد قائد صراحة. ضحى بحياته عشاننا. بس شفتوا كيف تشن هذاك تحولك وصار وحش لبداية اللعبة. سكيب اوكي كل عليه شروط. المكان قاعد ينفجر يا جماعة الخير. حتى السيستم خلاص قاعد يقول يعني اطلع من هنا بسرعه. معقول بتطلع لي وحوش هنا؟ الا والله، بس السؤال هو هل لازم اقتلهم؟ والله ما اعتقد انه لازم، خلاص يبقى من هنا. يبقى من هنا. ايوه من هنا يا جماعه الخير. الحمد لله مو لازم اقتلهم. ومو معقول لحقني لين هنا. هذا مين ذا؟ مين اللي قاعد يشرد ذا؟ والله ما ادري مين اقسم بالله. افتح لنا الباب طيب. الطريق مو من عنده. اعتقد من هنا. ايوه بدات الحلقه جينا من هنا. الكهرباء لازم انتبه منها. اوه اوكي يا الله الحمد لله خفيفة خفيفة. اعتقد انك كنت العب على الهارد خلاص هذه جيم اوفر. اوكي من هنا. انا اللي قاعد العب دحين اعتقد مع الباب ذا. ايوه لسات يقول لي اسكيب يعني اهرب. هنا حلينا لغز الحلقه الماضيه سي واتش دوغز عارفين. Along with every unitologist on the ship and their marker. You need to... Wait, someone's opened the door near the bridge atrium? It'll get you to the crew deck, but who's left with that kind of clearance? Isaac, something's up, but we have to get that shuttle. For God's sake, be careful. We're all that's left. يا خلاص عارفين ما بقي الا هذه الدنيا اللي نكلمها وايزك بس، البقيه كلهم ماتوا. وخلصنا الشابتر التاسع يا جماعه الخير. واضح ان هذا الشابتر الاخير اند اوف دايز نهايه الايام يا جماعه الخير اسمه. انطلق. الحمد لله الباب ده الحين مفتوح. عارفين لما كان قاعد يكلمنا ديك كان على بالي انه مقفل خلاص ما ينفتح. لازم نسوي شيء بس الحمد لله ايوه خلاص.
بس والله زمان ما شفنا بنش يا جماعة تأخر، زمان ما شفنا بنش والله ما أدري ليه. الطريق ما فيه، أو طريقك من هنا. أنا جيت هنا، أيوة جيت هنا ترى. كيف يا جماعة تأخر قد جيت هنا؟ بس والله دور لي بنش، ما أدري في بنش هنا ولا هنا. خلونا نسجل بالله. فاللعبة دي والله يا جماعة الخير يعني اللي يقول لك صدقوا يا جماعة الخير اللي يجيك ويقول لك أنا ختمت لعبة ديد سبيس يعني على الصعوبة مرتفعة يعني زي الهارد وكذا، والله صراحة من جد يعني المفروض تصفق له. يعني والله اللعبة صراحة يا جماعة الخير مي مرة سهلة والله، تعرف والله والله صراحة اللعبة مي مرة سهلة. أنا كان على بالي صعوبتها زي صعوبة ألعاب ريزندي فأكون صريح معاكم. عارفين يعني لما بدأت ألعبها، بس والله لما تمشي فيها قدام صدقوا يا جماعة الخير تصير أصعب. بس حلوة والله، والله بنفس الوقت حلوة يعني صراحة. في بعض الألعاب كذا أقول لكم ما أنصح أحد يشتريها، بس هذه اللعبة إلا والله والله صراحة اللعبة حلوة. أوكي أنا بروح هنا، بس والله ما أدري يعني سعرها والله يا جماعة تخرج سعر اللعبة كاملة أبيك يعني زي سعر لعبة God of War زي سعر لعبة Elden Ring والله ما أدري هذا السبب يعني ما ادري. عشان كذا يعني اقول لكم ممكن يعني في العاب احلى لو انها تقريبا ب 50 دولار ولا ب 45 دولار بكافينا ممكن اقول لك يعني اشتريها وانت مغمض، بس سعر لعبه كامله والله ما ادري صراحه. نفتكر واجهنا وحش قبل كم حلقه. خلونا نشوف بالله بلا خلينا نشوف ايش مدان اشتري ايش مدان يبيع. زمان ما شفنا الستور ذا. شايفين بالله معي 22000 عشان زمان ما شفنا الستور ذا. ايوه نبغى يا جماعة الخير نشتري اللي يقوي الفليم ثرور قاذف اللهب. خلونا نشتري هذا الابجريد حقه على فكرة. خلونا يا جماعة الخير ايش معاه هنا بالله بس عشان ايش معاه ماكس عفات اوكي اثنين معكم الطلقات ذيك 50 والله ذا ما معايا منه اي طلقات. ابغى اشتري فيها كلها طلقات. خلني اشتري ذا هذا السلاح والله مره يعجبني. خلني اشتري يا جماعه الخير 50 ايوه هو انا ما داني اشتري بس الانفنتوري فل. هذه قال لي عقلي عندكم العلم. خلوني احط ايوه ايوه بالمخزون. وخلوني كمان يا جماعة الخير اشتري لك كم طلقة من السلاح الرهيب ذا. وخلوني الباقي اشتري فيه. اوه فل عشان ما ادري اجري ايش اشيل. خلاص لا راح ابقى فلوس يا جماعة الخير. هذا الحين اخوان بالله بس خلوني ارد السلاح الرهيب ذا. كويب قذف اللهب. مشتريت له الابجريد سنه تطويرات وكذا اول ما طوره على طول راح اعطيك احط له خليه كويب يعني احطه يا جماعه بس لكن الحين اعرف كيف خلاص ايوه راح نطلع الاسلحه دي. هذه هذا غسام ده ولا ايه ما ادري طريقنا السيده ايوه سيده من هنا واضح انه احنا خلاص تقريبا على نهايه اللعبه. افتكر بدا الحلقة الأولى جينا هنا. ومن هنا الطريق. أنا بس بناخذ الأشياء اللي هنا. ايوه واضح الحين مع المصعد ده بس والله سامع صوت وحش بس والله ما ادري فينه. حلو حلو عندنا بنش هنا كفو الفليم ثرور يا جماعة الخير هو اللي راح نقويه. الصوت بالله بس ثواني الصوت انا قويته على اعلى شيء. ايوه باقي لي هنا الاير والله مو مهم الاكسجين يا جماعة الخير.
صدقوا لي ولا مره باللعبه دي مت بسبه انه كذا قلت لك سجين خلص. او بس مقود دامج على شيء يعني القسم الجديد اللي فتحته هو للدامج يا جماعه الخير. هو طب بالله بس اجل سلاح زي ذا، هذا رهيب السلاح. ايوه يا جماعه الخير قويته لان هنا تقريبا نقوي الدامج. شوف كيف صدقوني ستايل السلاح ذا رهيب والله. خلو قوي يا جماعة تخريبة. حاول قوة الدمج على أعلى شيء للسلاح الرهيب ذا. بس والله ما أدري إذا معي منه رصاص ولا لا. والله ما أدري صراحة يا جماعة تخريبة. بالله بس خلينا نشوف على السريع. إلا والله معانا خلينا نحطه هنا. أعتقد إنه دحين ممكن واحدة بوحدة. مرة رهيب السلاح ذا. دحين من هنا والله ذا رصاص اعتقد انه للسلاح اللي دحين شايله انا. بالله بس خلوني اجي. ايوه خلوني اخلي الصحة فل وخلوني ناخذ الرصاص ذا. اوكي من هنا. Isaac, I'm losing you. Something on the crew deck must be interfering with the signal. I can guess what that something is. If the marker's active. Shit. The crew deck is locked down, but the deck supervisor might have an override key. The last location I have for her is the gym. How long will it take to install the singularity core on that shuttle? Not long, if no one tries to stop me. Hurry, we can't leave the marker in their hands. أعتقد في مفتاح لازم نجيبه يا جماعة الخير. Find the crew desk key. كان يقول إيه؟ كان يقول بالجيم أظن. والله كان يقول شيء زي كذا. The crew desk. اوكي واضح من هنا نلاقي ال The crew desk key يا جماعة الخير. قله قله تشصر عليكم يلا طيب. ما ادري ايش في تأليف من طقوس هنا والله ما ادري يا جماعة الخير. قله واحد مشنوق كمان يا ساتر استر. هذا ايه ذا؟ اوه crew desk key card. لازم تجيب المفتاح عشان تقدر تدخل هنا. اعتقد من هنا تجيب المفتاح. اكيد ما راح يكون سهل انك تجيب المفتاح. اها طب ورش كم فيه؟ ايه بس خلونا بسرعة اشوف هنا ايش فيه. ممكن بعض الرصاص او ممكن نفس الغرفة بس. او جيم مكتوب. شايفين مكتوب جيم يا جماعة الخير. مفتاح اجيبه من هنا. اه مع المصعد. كله كله كلهم ميتين. خلونا ناخذ الشط الطيب اللي هنا. اكيد كلهم ميتين بس خلينا نشوف ايش فيه. والله كفو اخذت رصاص كثير يا اخوان للسلاح ذا. عارفين ليش حطيت السلاح ذا؟ عشان لاحظت السلاح اللي تستخدمه. ايوه يا جماعة الخير خذوا مني العلم، هذه معلومة انا فاتيها من عندي بس اتوقع انها صح. السلاح يا جماعة الخير تستخدمه بزيادة. هاي يا جماعة الخير اللعبة تديك منه رصاص. يعني انا مت باللعبة كثير، بعض الاحيان اموت وارجع كذا لصناديق اكون فاتحها انا قبل ما في يعني قبل ما اموت في صناديق اكون فاتحها، ولما اموت ارجع الاقي الصندوق يعني رجع زي ما هو مقفل فارجع واخذه. فكنت كل مرة اموت افتح صندوق الاقي فيه شيء مختلف. يعني اللي بوصل لكم اياه انه الاشياء مختلفة يا جماعة الخير. يعني تقريبا السيستم يعني مو 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 ثابت، كل شوية ممكن يطلع لك شيء. عارفين يعني مو شيء رئيس يعني شيء اساسي. يعني اذا اخذت اذا جيت هنا راح تلاقي الشيء ذا 100%. لا لا لعب نظامها مو زي كذا يا جماعة الخير.
عارفين يعني كل شوية تطلع لك شيء. هذا هذا والله ما أدري إيش فيه هنا من التألية. كأنه هنا تلعب وكذا رياضة، عارف كبايلهم ألف الرياضة بالفضاء وكذا. ما أدري إيش تطلع. هذا حلو يا جماعة الخير، إحنا لازمنا بطارية، والبطارية يا جماعة الخير نجيبها من عند ال يا جماعة الخير نجيبها من الغرفة ذيك اللي ورا. كان في غرفة ورا يقول لي لازم لك الكي كارد، ممكن جوة الغرفة ذي تجيب البطارية. أنا ما أخذت الكي كارد إلا مو هذا هو يا جماعة الخير. لا هذا مو كي كارد، هذا جليش اللي أخذته أنا. والله ما أدري إيش يطلع أقسم بالله. طيب خلو نكمل أجل. والله ما أدري اللي أخذته شو يا جماعة الخير. والله بس ثواني خلوني أجي هنا. هل هو من الأشياء اللي تباع هنا؟ والله بس معلش خلوني على السريع يا جماعة الخير أجي هنا. حلو حلو. سوت ليفر 4 أوكي وخمسة كمان. بدل اشتري البدل أوله أوله يا مجرمين. هذا ب 35 و60 أعتقد الشيء اللي أخذته خلاني أقدر أشتري بدلات جديدة. يا ساتر استر والله البدل باللعبة دي ما تمزح. البدلة دي إذا اشتريتها يكون عندنا 30 خانة يا جماعة الخير. أنا عندي كم المسكين هنا 18 هنا هنا 30. تبي تبيع سلاح؟ والله بدك تبيع سلاح بقيمة جامدة والله ليش لا؟ والله ليش لا؟ فين؟ ان شاء الله راح ارجع هنا. هذا حلو يا جماعة الخير لعب لها، بس خلونا نرجع ونشوف الكي كارد هذا فين راح نلاقيه. والله كان عبالي لقيته بس لا والله لسه. ايوه خلونا نروح من هنا. ما ادري ايش تطلع دي. زيرو جي باسكت بول واضح كذا رياضة فضاء. والله ما ادري ايش تطلع. يقول السات يقول لي من هنا مساك. لازمنا البطارية يا جماعة الخير. هذا بدنا نفتحها دي. لا والله ما بدك تفتحها. اعتقد البطارية حول هنا ممكن. اذا مو هنا اجل جهة ال والله كفو معنا رصاص كثير. هذه بلها بس ثواني. هذه ممكن هنا يا جماعة الخير. ممكن هنا نشوف ايش فيه هنا. وكذا تلعب لك عارف كيف ماتش كذا على السريع. اعتقد لازم ندخلها بالدوائر دي. وبطارية اوكي هو اللي يبغى البطارية بس في حول ولا قوة الا بالله. خلني اليوم كذا دقيقة. احنا مو اللي نبغى البطارية يا جماعة الخير. احنا مو اللي نبغى البطارية. انا خلاص خلونا يا جماعة الخير نسوي المطلوب بس. يعني شايف صراحة تأليف كثير هنا. وعلى الأقل بالمهمة احنا عارف كيف. الحمد لله البطارية طلعت هنا. خلي بالله افتح الباب خلاص واطلع من هنا. الله لي يوفقك يا شيخ. ابغى بس افتح الباب واطلع من هنا والله. الحمد لله اوكي اوكي اوكي. ابشركم سوى المطلوب. واضح يا جماعة خلينا نطلع هنا وناخذ الكي كارد اللي ندور عليه من هنا. حلو حلو كي كارد كفو. الحين خلاص ارجع للغرفة هذيك. ايوه خلاص ما في شيء هنا كل علي ارجع بس. ايوه يا جماعة تخرج كل علي ارجع بس.
أكيد راح تطلع لي الشادة. والله كنت حاسس والله. حالك أنت؟ أوه. أو ورايا. أوكي كفو والله. بس بلا يجيبوا عليه هنا. لا علب خيس. الله 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 السلاح ده صار مرة رهيب. آه الشادة والله أكرهها أقسم بالله. بس كافو الحمد لله قتلناهم. كذا طريقنا من هنا. خلونا نكمل من هنا. انا قلت والله قلت والله يعني قلت يا جماعة الخير هذا ما قد شفته قبل كذا يعني. الفكرة جوت نفسي طليت كذا قلت انا ما شفته قبل كذا. طلع صح والله ماني غلطان. كان هنا بس بقي لي يده. يا الله بنخلي ارجع لورا. كفو كفو جماعة اخرنا هنا. خلنا نحط السلاح ده كله على الشيء. واحنا بس ناخذ السعفات دي. بس خلاص ان شاء الله نلاقي قدام. ايوه دحين مع الغرفة دي. على الطابق الاول ولا عارف كيف رايحين. بإذن الله يا جماعة الخير كم راح أبدأ بأكثر من سلسلة جديدة قريب. بس والله يا أخوان أكثر لعبة متحمس لها ومنتظرها لعبة اسمها بولوج يا جماعة الخير. بولوج إن شاء الله لو نطقت اسمها صح. هذا دكتور مرسير شفناه يا جماعة الخير بداية اللعبة. مجرم ده اختصر لكم كل شيء. هذا مجرم. Mercer, wait. Tell me. I want to understand. What is convergence? But you already know. Dead or living, we all feel the markers to purpose. Don't you want to be reunited with the people you love? Yes. Then why not with me? Mr. Temple has refused. But we are so close. Everything that has happened on the Shimura is just the beginning. When you put it that way, you and your marker can go to hell. شايفين؟ شايفين يا جماعة الخير بقول لكم مجرم. اها وتوعد كمان قال لي انت الموت حقك حيجي بسرعة. هذا عارفين النظام معاه. هذا ما يموت يا جماعة الخير. شفت بالتعليقات تقولوا لي عبد العزيز هذا جاء خلاص اشرد بس. اوكي وهذه واضح لازم نحطمها. في اشياء ذي الاشياء ذي يا جماعة الخير بس ايه لازم تطلق على مصدرها. يعني خلاص عارف النظام معاه. انا عارف كيف شايفين من قاعد اطلق عليه عشان عارف النظام معاه. لا انا مو مصدرها. اوكي لازم ندور مصدرها يا جماعة الخير. والله ما ادري ماني شايف. اخذ له واحدة كذا واشوف. اعتقد هذه يا جماعة الخير.
هنا هنا والله ما ادري صراحه جماعه خرط لك على فين. وهذا سوته حتى لا ضرر. والله يا جماعه ترى انا عارف الحل هنا بس ما ادري كيف المصدر الاشياء ذي. من اول لازم تطرق عليها عشان خلاص عليه تنحرق. خلونا نقول بعدها خلاص يصير غداك تعدي من هنا. ها فيني ذي فيني وانا مثبتك كذا الله ياخذك. اوكي ساخت كبيرة كفو. يقول لي من هنا ممكن لازم اطلع على فوق. يقول اسكيب. كان الحل ممكن اسهل ما من يعني ما كنت اتوقع على فكره. والله انا كان على بالي لازم كذا تقعد تطلق على مصدر الاشياء ذي. يعرف الاشياء ذي يا جماعه الخير لين ما خلاص كلها تنحرق. بس لا والله بهذه السهوله كفو. من هنا بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. ناخذ الاسعافات ذيك. خلينا ندخل من هنا يا جماعه الخير. خلو بس اشوف ايش فيه. اها هنا ما في شيء. خلنا نطب روح من هنا. والله نفسي اشتري البدله من البدله الجديده. اي أيوة والله والله نفسي يا جماعه الخير. ان شاء الله راح نشتري باذن الله. ديسترويد يقول يعني لازم تدمر وكذا. شو فينه فينه هو. انا عارف هذا مصدر هذا المصدر حقهم. لا خذ وقتك ما ورانا ولا شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. خليني ارجع لورا اديهم كلهم كذا. فين جاتني الضربة ذي؟ اوكي كفو قتلناهم كلهم. ايوه الحين من هنا صار شب بنش هنا. والله ما ضم معايا شيء. معايا؟ لا والله ما معك شيء. ايوه خلاص خلينا نروح من هنا يا جماعه الخير. والله ما ادري مين ذا اللي قاعد يقول لنا ايام سوري يا جماعه الخير اباوت ايفري ثينج. الواحد قاعد يتاسف والله ما ادري مين. بسم الله سجل على السريع. بس اتوقع الدكتور ذا الفيلم مجرم يا جماعه الخير. ممكن راح نواجهه كذا قتل زعيم اتوقع. اي انت من فين جيت يا غبي؟ بسم الله دي هل لازم اروح من هنا؟ او طريقك من هنا. بس بالله خلنا نظبط نفسي كذا. ما في شيء هنا. خلنا نكمل. اله وين الغسام ذا؟
في اشياء لازم ندمرها هنا يا جماعة الخير. ايش هي؟ والله ما ادري، والله ما ادري ايش هي. هي ذي اللي لازم ندمرها؟ حلو حلو، سحبات كبيرة. لا اطق عليه. مشكلة والله ما ادري اذا انه يموت ولا لا. والله ما ظنه تيموت يا حبيبي. في واحد ثاني كمان هنا. اوكي اوكي، هذا مصدرهم. اعتقد في واحدة ثانية كمان لازم ندمرها. عارفين زيادة اللي دبنا حرقناها. لحقتوني لين هنا. اطق على العبيط ذا، لا حول ولا قوة الا بالله. كم واحد انتم؟ خل استلمهم كذا. اوكي اوكي، طيحت اثنين. سلام، كفونا هنا. الحمد لله. الحمد لله معي اسعافات. بعض الرصاص، حلو. كمل يا جماعة الخير، أكيد راح أسجل والله صراحة. يعني موت بالقسم اللي عارف كيف؟ اللي كنا فيه ذا دوبه أكثر من مرة. أوكي، ومن هنا دحين. بس نحتاج بطارية، والله شفت بطارية ورانا. بس والله بعيدة يا جماعة الخير، جدا بعيدة. بس إيش أسوي؟ لازم أرجع لها. لازم ارجع لها من هنا. هذا اذا قربت من عنده خلاص واحدة بواحدة على طول جيم اوفر. شايفينها؟ شايفين يا جماعة الخير هذه البطارية؟ ايوه خلونا ناخذ البطارية. ايش عندنا؟ قرص ذاك. اوكي يلا ناخذ الاشياء دي. هو يا جماعة الخير اللي ما يبغى يشيل البطارية. اوكي الحمد لله خير ان شاء الله. الحمد لله. اوكي جيبها بس، ايوه جيبها. الحمد لله جابها. اوكي الحمد لله يا جماعة الخير. سواء مطلوب الحين كله علينا، بس نحط البطارية هنا. والله ما كان سهل نجيب البطارية لين هنا، بس كافو الحمد لله. خلاص سواء مطلوب. فعرفي كيف؟ والله اللعبة دي لما تمشي فيها قدام خذوا مني العلم يا جماعة الخير تصير أصعب. إن شاء الله إني قتلته بإذن الله. يقول لي من هنا، بس هنا ايش فيه؟ زي ما انت انفجر هنا الله ياخذك لحالك انت. ما ادري ايش فيه هناك. الطريق من هنا. خليني بس اشوف هنا ايش فيه بالغرفة دي. والله ماني شايف شيء. اجل خلاص خلنا نكمل من هنا. انا كاني جيت هنا قبل كذا. ايوه لازم زي هذيك عارفين نطلق عليها المصدر حق الاشياء ذي. اكيد راح يطلع لي شيء، بسم الله عليكم. كمان طلع لي شيء.
والمرات اللي يكون يعني جدا واضح انه بيطلع لك شيء ما يطلع لك شيء، ما تكون متوقع الشيء ذا عارف انه يطلع لك وحش يطلع لك زي كذا. اللعبه صراحه ذكيه على فكره. واضح مع المصعد ده. اوكي ومن هنا وبالله بس ثواني خلينا نشوف المدان يبيع شيء. احس والله نفسي اشتري البدلة من البدلة الجديدة بس والله غالية والله ما ادري ليش. كم معايا 3000 بس. ايش مدان يبيع بالله؟ نبيع ايوه اعتقد في اللهب دي صار معنا 8. تبي والله لو في سلاح من الاسلحة يعني تبيعه بقيمة صمام. ما مداك ما مداك تبيع اسلحة. هادو ب 25 ان شاء الله نقدر عليهم. هادي والله اللي ب 60 صعبة والله يا جماعة الخير. خلنا بس نشوف ايش فيه. حلو حلو بعض الرصاص. السلاح المفضل ده يعني الواحد يقول عبد العزيز افضل سلاح عندك باللعبة ذا رهيب. اعتقد ثاني سلاح تجيبه باللعبة مرة رهيب. الله يستر. انا اول ما اسمع كورنتين اعرف انه في حفله يا كبرى. كان باين الدفعه الاولى. هذه واضح الدفعه الاولى. اوكي دول الدفعه الثانيه الله ياخذكم. حلو حلو دفعه واحده بس كفو والله ابدا ما اعترض والله. الحمد لله. من هنا طريقنا ايوه من هنا من هنا لا بس خلينا نشوف ايوه من هنا مكتوب نو باور. هنا في مصدر من الاشياء ذيك لازم نحطمه. اوكي كفو كان على بالي انه اللي ما يموت. ما اموت ما اموت لسه كذا. طيب اوكي كذا مات الحمد لله. كرو ممبر قاعد يضحك واحد من الطاقم حقنا ما ادري من هو. ممكن تشين هذاك اللي قتل القائد الاسمر هذاك عارفين نسيت اسمه صراحه بس والله ما ادري شفتهم الاثنين يعني انحرقوا. اوكي بطاريتين لازم نجيبها يا جماعه الخير. اتوقع الاولى من هنا نجيبها. اتوقع الاولى من هنا نجيبها. معقول هنا ما في شيء؟ في رصاص. اوكي اخذ ليش ما اخذه. ونحتاج يا جماعة الخير بطاريتين. يا جماعة الخير بطاريتين نحتاجها. والله ما اعتقد طلقت على ذي راح استفيد شيء. الا والله الا والله حركتها كلها قال لك ما راح استفيد شيء. يا حبيبي ترى ما طلقت. ايش فيه هنا؟ اوه متى تطلع ذي؟ مو معقوله بالحق ذين هنا مستحيل. خلينا نشوف الخبل ذي ليش تضحك؟ الا والله يلحقك لين هنا. وقعد تضحك ذي كمان. ان شاء الله ياكلك. يا جماعه تخيل ايش بسوي معاه ذا انا؟ يا حبيبي كملت والله. استغفر الله العظيم. اوه
والله لو يقولوا لي عارف كيف وحش واحد باللعبه خلاص ما عاد تشوف الصغار ذولي. والله ذاك ما ادري فين واللي ما يموت، بس نقول ان شاء الله انه خلاص يعني ما راح يرجع. بس خلينا نرجع بالخبلة ذيك اللي قاعد تضحك. استغفر الله، بسم الله ما ادري فينه يا اخي. ايش ذا يا اخي؟ وكمان تتسبكم منها في بطارية هنا. انا كيف انا برا؟ اوه ورايا والله. يا لطيف الط والله، خلاص ما راح اعتمد على هذا، ندعس عليهم. والله يا جماعه تاخر علي، ما كنت امزح لما قلت لكم اللي ختم اللعبه دي على الهارد. والله من جد صفقوا له صراحه، والله اولكم انا يعني. والله صراحه لعبه يعني ما يستاهل فيها والله. اللعبة والله ما ادري ايش تقول لي روح من هنا، اللعبة قاعد تقول لي اكثر من شيء تسوي. روح من هنا طبعا شو؟ والله تقول لي من هنا، كان ورا في عارف كم بطارية لازم نجيبها. لعبة لنا مهمة بس والله ما ادري اللعبة الحين تقول لي روح من هنا. خلونا نروح من هنا يا جماعة الخير. بما اني دمرت هذا اوكي، بدك تروح من هنا اوكي الحمد لله. خلاص المصعد ذاك اللي يحتاج اكثر من بطارية ما نحتاجه يا جماعة الخير، خلاص واضح انه من هنا. واضح انه من هنا يا جماعة الخير. لساته يقول لي ديسترويت، لازم ندمر. ما اعتقد انه مصدرها من هنا. والله كم في لعبة نظامها زي كذا، دمر المصدر بس والله ما ادري فين. اوه شو المكان الرايق ذا، مدري من يطلع ذولي، ممكن مطورين لعبة ديد سبيس. همزح والله، معلش على السماجة يا جماعة الخير. ايوه سيدة يقول لي زي ما انت سيدة. والله شايف اشياء كثيرة هنا، شايف الباب دام بدك تروح من عنده. والله ما ادري خلونا بالمهم. اتوقع راح ارجع هنا، الحين خلنا ندمر المصدر. هل هذه الاخيرة؟ هذا كانه شيء مهم. ايش مكتوب؟ كي كارد اوكي، مفتاح يا جماعة الخير. بس مفتاح ليش؟ هو كم؟ هل كان في شيء يقول لي لازم لك كي كارد؟ والله ما ادري اضحي بايش، وانا حضحي بس ما ادري بايش والله. كافو والله معي اسعافات كثير. او جولد هذا احتاجه والله. احتاجه عشان اشتري البدلة الجديدة، في بدلة بخمس بكم؟ 25؟ في بدلة قريبة، المهم اقدر عليها ان شاء الله. اما في واحدة اللي ب60 هذيك والله ما مداني يا جماعة الخير. اوكي فينهم ذولي؟ اها واحد من هنا وواحد من هنا. وهذا انت ايش تطلع، انت ايش قاعد تسوي؟ هذا خليهم يتحول. والله لي وفقه، لا حول ولا قوة الا بالله. كان ورايا كورنتين
الحمد لله. يوم من هنا نكمل تقديم اللعبة. تبغى نرجع لورا؟ والله كفو الحمد لله كان معي ذخيرة من السلاح الرهيب ذا، ولسه أعتقد باقي من الأشياء ذي. والله ما أدري ممكن دمرناها كلها. وش يقول لي؟ والله لساته ديسترويت يقول له دمر. وما خلصنا منها الأشياء ذيك لسه، بس واضح إن عمري أروح القسم اللي هناك. إي والله افتكرت الإضافات حقت ريزن ديفل كان فيها زي كذا حقت روز يا جماعة الخير، الإضافات حقت روز كان تقريبا نظامها زي كذا. والله كانت إضافات أسطورية يعني للعب ريزن ديفل فيليج، أنصح وبقوة يلعب إضافات روز. والله كانت حلوة يا جماعة الخير، والله والله كانت جدا حلوة، مع أنها ما أخذت تقييمات عالية، بس والله لما لعبتها صراحة يا جماعة الخير أنا عني من الناس اللي ادوها 10 من 10، والله عجبتني، والله كانت حلوة وممتعة. اخر مصدر شوفوا وراء الدكتور ذا، دكتور كين. هو صاحب الغلط، هو اللي سوى الاشياء دي كلها، خلوا الوحوش تطلع وكذا. لكن هو قاعد يقول انه هو صاحب ال... يعني شكرنا انه على فكره راح نصلح المستيك حق الغلط اللي هو سواه. فدحين عنده خطه يا جماعه الخير، هو بيشتت يقول انتباه لهذاك دكتور مرسير، وبنفس الوقت يبغانا احنا على فكره ندمر الاشياء دي. ما ادري كيف راح نسوي الشيء ذا، بس يعني ننطلق بالخطه حقته ونشوف. بس كان يقول ماي مستيك، يعني شكرا انك قاعد تساعدني اني اصلح الغلط حقي. فاعتقد هو يعني السبب انه عارف كيف الوحوش هذه كذا طلعت وكذا، عارف كيف. والله كان على بال الطريق من هنا. هنا ايش فيه يا جن؟ ممر مكتوب هول، عندنا بينش، بس ما اعتقد انه معايا من ال... ها معايا؟ والله اعتقد معاك. بالله بما انه بنش قدامي خليني اشوف ايش مداني اتطور شيء واحد اعتقد مداني. الا والله اديني وقاذف اللهب، قاذف اللهب لو هذه وهذا السلاح رهيب. ام قوي الدامج انا، خليني اجي هنا ريلود تايم وبعدها الدامج. سلاح رهيب هذا، رهيب صراحه. لاين جان ذا على فكره يطلق الخطوط وكذا، رهيب صراحه زي الليزر على فكره، رهيب. والله يبغى لي احطه، بلا خلوني احطه. سلاح الليزر رهيب والله. كويب ايوه. حلو حلو، معنا منه كثير الحمد لله. اوكي ودحين من هنا، بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. رصاص اوكي، سو فل عندي، بس والله ناوي اشتري البدله ذيك، ناوي اشتريها صراحه. والله انا لو دريت اللعبه قدام راح تديك بدلات جديده كمداني وبقوه، كمان وفرت الكاردز حقت النقود حقتي يا جماعه الخير.
دحين خش المفهوم ذا نروح دحين ننزع تحت اعتقد والله ما ادري من فين خلينا نشوف كذا ايوه مع المصعد على تحت ما كنت غلطان وبالله بس ثواني خلوني ابيع الجولد اللي معي انا معي جولد خلوني ابيعه نشوف قديش باقي لنا البدله معك 9000 اول الجولد هذا اوكي 12000 اوكي يب كم خليني ابيع حق قذف اللهب دي السيل حلو 17 وخلوني ابيع واحدة من الاسعافات دي حلو حلو 22 هي بكم اوه هذه بدلة جديدة وهذه بدلة جديدة بس والله نفسي اخذ هذه رفيقة تصميمها جديد وكذا بكم هذه بخمسة وثلاثين هذه بخمسة وثلاثين يا جماعة الخير 35 ايوه ان شاء الله قربنا نشتريها والله ما ادري خلاص يعني ما بقي لنا شيء على حقت 35 بما ان وصلنا لين هنا خلينا نشتري حقت 35 احنا والله ما ادري كنا على نهاية اللعبة احنا كمان يعني نهاية اللعبة من البداية كان يعني الفكرة بليت من المرحلة الأولى يدوك انه بدك تشتري هذه البدل اوه اوه كم واحد من ذولي معقول انتم بس اوكي اوكي جات دفعة جديدة اوه هالاشياء هذي اكرهها والله او اللي انفجر كمان ابشركم اللي انفجر كمان جاء حلو حلو صدتك المخيس كفو ايش معي من اسلحة ايوه طلعت السلاح ده شايفين سلاح رهيب والله مين بالله جماعة اخر اللعبة دي من اكثر العاب اللي كذا اذ كان ظلام يعني صراحة انا كمان ماني قاعد اشوف زين بالشاشة مدري ليه والله قول لي دحين منين اوكي والله ما ادري ايش مكتوب بس يقول لي دحين من هنا ريتش يقول لي يعني حاول توصل للمكان المعين اللي محددين لك اياه اي ليه تنفجر كذا الرصاص ده مهم والله الرصاص هذا مهم ايوه خلوني علي نفسي ايوه انا جيت هنا بله بس ثواني خليني اشوف ايش فيه اوكي اوكي نفس الطريق للمكان ذا خلنا نكمل عليه هنا والله كانه مستنين قتال زعيم بيه ثواني خليني اشيل دي عشان تنكبني والله يا جماعة الخير كأنه منتظرنا قتال زعيم فبالله بس خلوني بسرعة أروح واشتري البدلة هذيك اللي بعشرين عشان ما أدري والله خايف أركب القطار ذا ولا ما أركب القطار ذا خلاص أروح نواجه آخر زعيم اللي أخذته من اللعبة شوي بعد ما أخذتهم أروح أشتري البدلة جديدة فكة فخلاص خلوني أشتري في واحدة ذا بالعشرين كذا خلوني أشتريها يعني والله خسارة جدا قريب اشتري اللي بخمسة وثلاثين بس عارف هيك خلاص خلاص اشتري اللي بعشرين والله دي اللي بستين اسطورية ليفل خمسة
ايوه خل اشتري دي، يعني انا 18 خانة، 22 خانة راح يكون عندي بالانفنتوري اكيد يا جماعة، يعني ابجريد يعني تطويرات وتطويرات كبيرة كمان. يعني انا والله كنت بشتريها بس يعني شفت شكلها ما في اختلاف، لا دحين طول له يعني ما 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 اظن في اختلاف كبير. بعض الاختلافات البسيطة بس كافو دعم ذا نشيل اشياء اكثر، مرة شيء رهيب. خليه يشتري بالباقي كله. السلام سلم، والله مرة شيء رهيب. خلاص خلونا دحين ننطلق يا جماعة الخير، ننطلق يا جماعة الخير وخلاص. يبا فانا ماني متاكد والله، ممكن لسه ترى باقي باللعبه بس والله ماني متاكد. قلت خلاص خليني اشتري من الحين اشوف كيف اضمن لي، ولا انا اتوقع لسه يعني ممكن راح اروح جهه كامله ونلاقي فيها ستار و خلاص هذي كم من الحين اخذ كل شيء يعني واشتري البدله دي وخلاص. والله انا عتبي الوحيد انه ليش ما خلوا هذا من بدايه اللعبه بدك تشتري البدلات دي. هلا لو انك بتشتري الديلكس اديشن على طول البدلات هذه تجيك كلها من اول يوم، يعني من اول ما تبدا تلعب تلاقيها خلاص كلها. اما لو زي انا على فكره اخذت يعني النسخه العيديه اللي ب $70 على فكره يا جماعه الخير، يعني البدلات هذه شوف كيف تلقاها قدام باللعب خلاص تقريبا بالنهاية تلاقيها. انستول اوكي نثبت يا جماعة الخير. طب الجهاز اللي اخذناه singularity core replaced test fire shuttle engines to complete hardware installation. اوكي باقي لسه شيء اعتقد يشغل السيستم الحين وكذا. تست فاير انجن يقول لك ها ولا يوم من هنا خلينا نشوف. اها تجيني هنا كمان. ايوه افتح الباب ليه ما تفتح، انا مستغرب والله. اعتقد كله علينا نرجع هنا. انا لله انا اليه راجعوا بلا. خلونا ناخذ فيهم لفه ثانيه يا جماعه الخير ومنها كمان نعرف طريق الباب فين. كل اوكي كل ذا هانتر لازم نقتل الصياد يا جماعة الخير. استغفر الله انت كيف جيت ورايا؟ هل يقصد انه هذا هو الهنتر هذا؟ اي والله واضح النظام، والله عرفت النظام ايش. يا اخي موت انت. كنت اكيد مت. خلي بس بالله اقتل البول هذولي. كيف الغرفة اللي كنا فيها؟ والله بعيدة لسه. الله. ايوه اكيد مت الحمد لله. فين الغرفة ذيك؟ بلح ثواني. اللي كنا فيها يا جماعة الخير اللي فعلنا فيها هذا. تعب جديدة ذي تعب. خذ ايش قاعد تطل التبش؟ اعتقد لازم اثبته هنا بالضبط اثبته.
لما ثبتوا هنا يا جماعة الخير أتوقع لازم أجي عند الجهاز هذا وأسوي كذا. الله الله بلاك كافو والله بالله. يقول لي خلاص حرقناه وقتلناه من بداية اللعبة مو راضي يموت والله. ما الظاهر إنه مات. مات إلا مات إن شاء الله. اللعبة جابتني خلاص شيك العام صح كذا انت سويت المطلوب. احسن قتلنا يا جماعة الخير. Bring conversions. Make us whole. والله لازم اطرق عليه. يا لطيف يا ساتر استر. والله يا جماعه تخرب القوه. شوف حلو حلو بس انا مطلوب. To internal systems. The marker just ripped right through the ship. Something pulled it down to the cargo bay. Kind, pilot the shuttle to the hangar. I'm going after the marker. Of course. Amelia, quickly. Wait, Dr. Kine. That guy's lost it. He killed the captain. We can't trust him near the marker. He says returning it to the planet is the only way to end this. We've got to try. I'm heading to cargo. You ping Nicole's rig and tell her where to go. Leave it to me. Thanks. When I get the marker, we're all getting out of here. أو في شيء لازم نجيبه يا جماعة الخير اسمه ذا ماركر. خلو نكمل الحين. أوه خلص الشابتر العاشر. دخلنا بالشابتر رقم 11. هاي الخطة له. ريتش ذا كارغو باي اوكي. مش أعتقد في شيء اسمه ذا ماركر أظن لازم نجيبه شيء زي كذا ممكن. روح من هنا. والله كان على بالي العاشر الأخير بس الفكرة فيها لسه باقي. We meet you there with a marker. قال يعني جيب معك الماركر ده وقابلنا. So glad you gave that guy our only escape shuttle. Shit, Isaac. Those things you've killed, their biomass has pulled down in the cargo bay. It's recombined itself into. Well, it's something huge, and the marker's embedded right in the middle. How the hell do we do this? I've got the Ishimura's cargo cranes. They can move half a bay of mining gear, no problem. If whatever's down there wants to wrestle for the marker, I'm in. Override the safeties, and yes, it might work. But hurry. We're losing critical systems fast. Okay, we're here, guys. Come on, let's go. كيف انا بالرصاص؟ شفت كيف السلاح ذا اسمه لاين زبطني دوب ضد الوحوش دي؟ رهيب صراحة صدق السلاح رهيب. والله يبغالي كمان احط قذف اللهب يا جماعة الخير. بسم الله اجيب قذف اللهب.
أبيت سلاح ذا. أنا حط السلاح ذا. أوكي خلني أجيب أيوة قذف اللهب. أجيب قذف اللهب هنا أيوة. خلنا يا جماعة خلني أجيب السلاح الرهيب ذا كافو. والله كافو معي منه رصاص كثير الحمد لله. أشوف بالله بس طريق المفه. من هنا سيدة كارغو باي. أوكي من هنا القسم اللي نبغاه. من هنا نجيب الدماركر. يقول دماركر من هنا. ما اعتقد والله معي شيء. بدنا نصيدهم من هنا. هل هو واضح راح تطلع الاشياء هنا. ما ادري كانه ما داري من هنا اسوي كل شيء. ها والله ما ادري. اعتقد لازم تنزل. خلونا ننزل. اعتقد يقول طلع مكان الكارغو. هذا جيت عنده واحدة بوحدة على طول انهيك. مين بالله يكره بدنا نشيل اشياء اكثر دحين. يعني اللعبة دي والله تسهل بشكل كبير لما يكون بدك تشيل اشياء اكثر. خلونا نرجع لنا شو هو. اكيد راح تطلع الوحوش 100%. فايش خلونا من دحين نظبط نفسي كذا. يا الله فين العبيد ذا. يا الله كرهي لك اقسم بالله. حرق المخيس. الله الله كيف يا جماعة غير حرقناه. شو اسمه الشاشة ذي كأنه لازم اجي عندها. ايوه كان يقول انجيج ذا. لا ايوه خلاص انا مطلوب. انقل دحين يقول ترانسفورم يعني انقل يا جماعه الخير. الله تعلي على هنا. ايش رايك تيجي على هنا؟ هذا كله ما موت. شايفين ليش ما احب السلاح ذا؟ والله ما ادري فينه. وراك اوكي. يقول لي انقل يا جماعة الخير انقل الكارغو. ما ادري من فين اقصد. انا حبست هنا ولا ايه؟ لا استغفر الله. قلب الله قلب اقتل البول هذولي. يلا طيف الطوف. ابغى عدي بس الله لي وفقك. اوكي بتولي كذا الملاعين. راح كلنا هنا. او بقي ذا. الحمد لله جمعتهم كلهم ونهيتهم. خلنا بس بالله يجي هنا. جيب السلاح الرهيب ذا مكان قذف لها. ايوه وديني ذا الرهيب. راح احطه هنا. حلو حلو. Caution. Access bridge is obstructing transfer.
خلونا نرجع هنا، واضح لازم تألف شيء. والله ما ادري ايش استفدت انا كذا. نخليها ايوه نقولها، هو يقول ترانسفورم يعني انقل. اوكي كده وصلناها هنا، بس والله ما ادري لين فين لازم نوصلها. لازم نحرق ذي بالبداية. ايوه خلاص عرفت النظام هناك. يا لطيف، والله معقد شوية بس ان شاء الله مقدر عليه. اوكي انتم عندكم مصدر نبغى نطلق عليه بس. ايوه هذا هو، خلاص بس هذا اللي ابغاه والله. ما خلونا نقول هذا الحين. اوكي اها بقي له واحده ثانيه بس اجيها من هنا. من هنا نقول ان شاء الله من هنا اجيها. لا والله حفلة أخي، فارق عني الله ياخذك. أنا ما أبغاك أنت. والله الحمد لله قويت البدلة قبل ما أجي هنا. كيف كنت هروح فيها والله. اخر شيء دحين. الله فين ذا؟ ايوه خلو دي. اوكي دحين كل عليه ارفع الجسر، قلنا ارفعه. الله يستر ايش جاه. كانها جت دفعة جديدة ولا مو؟ I'm reading a cargo transfer to the hangar bay. The marker. Good work, Mr. Clark. On our way. Kine, your flight path goes by airlock 19. I can get there from the computer core. A pickup? Yes, we'll be there. Can you make it to the airlock alone? No movement on the cameras. اوكي سوينا مطلوب الحمد لله. 100 كين. اوكي ات ذا هانجر بريدج اظن يقول لي جسر المعلق. ذا ايوه ذا هانجر باي اظن. ايوه والله معلش يا جماعه تغيزي حقي مو قد كذا. المهم لازم نروح نقابله في مكان. خلونا نروح نقابل عارفين العالم هذاك. انتهي بس خلينا نشوف ايش فيه. والله ما ادري ايش اخذت، والله ما ادري ايش اخذت شيء. اخذته ودي الجائزة. والله كفو الحمد لله دوبنا عارفين كيف دركنا الوضع. كيف خل جهز السلاح ذا وبالله خلينا نسجل. شفتوا التأليف اللي دوبه كان قديش؟ خلينا نسجل على السريع. ايوه نروح سيدة. اوكي احنا نقول من هنا. خلونا نروح من هنا.
On the monitor, he's right by the airlock. Don't let this place get to you. Kendra, we're out of time. He's not there. I can make it if I run. ركب من جماعة آخر. قل لي من هنا. أنا بس جيت الحمام من الله يكرمكم بس خشب إيش فيه. ما في شيء هنا. في الكارد هذا. أيوة خلاص خلوا روح من هنا. يا جماعة تخرب الشين صاح من هنا. بيصير كورنتين الحين ويهجموا علي ولا؟ كورنتين اكتيفيتد اوكي. حلو ده. بشركم خلص الذخيرة كلها الله ياخذه. باقي 25 طلقة. بديهم كذا. الحمد لله. وضحهم من هنا. اوكي صار دحين. ايوه من هنا. والله من افضل الاشياء عندي باللعب ذي النظام. النظام يا جماعه الخير يقول لك الطريق من فين رهيب لو عليه كل لعبه زي كذا. قل لي قابلني هنا. كان الدكتور ذاك. لازم نقفل الجرافيتي يقول الجاذبية من الهانجر يعني من خلينا نقول العجلة. أكيد ما راح يكون شيء سهل أكيد. أنا خلاص نركب الطيارة ذي خلينا نقول طيارة وخلاص نطلع من المكان ذا العفن. بس ما أدري ما أعتقد إنها راح تكون بهذه السهولة يا جماعة الخير. شو استفدت كذا؟ اوه ايوه نيجي هنا. والله ما ادري ايش يبغون يسوي بكل صراحة معاكم. كان لازم اسوي عنده شيء ذي. هو تسوي شيء بس والله ما ادري شو هو. ايوه من هنا يقول لي. خلوه اروح كذا اسرع. شكله عند الجهاز ده بس الجهاز ده مو شغال. لا والله يقول لي لسه تحت. اوكي البطارية. خلونا ننزل هنا. شوف بطاريات شوف اشياء كثير هنا. خلوني بالبداية عند الجهاز ده. وهذا اللي على فكرة كنا نقوله ده تعبنا لما جبنا لين هنا على فكرة ما كان شيء سهل. بس شو بطاريات هنا وبطارية واحدة والله ما ادري حقتها. اعتقد اللعبة ده تبغى نستخدم البطارية ذي.
بالبداية جماعة آخر خلونا نرجع لهنا شو عارفين خلونا نرجع لهنا شو هذا إحنا طلع لفوق هنا أيوة أيوة الجهاز ذا بله ثواني فين المصدر حلو حلو جيب البطارية هنا أوكي الحمد لله بالسهولة بس والله شايف أشياء كثير تأخذ عارفين رصاص وكذا ما أدري ممكن راح نواجه شيء بالنهاية كذا الزعيم الأخير والله أتوقع راح يجي ذاك دكتور مرسير هذاك عارفين كيف جماعة الخير كذا راح يكون كذا شيء متوحش كبير كذا ونواجه أتوقع يعني ما أعتقد له بهذه السهولة بس تجي إذا نحط البطارية وتفعل ال فين خلنا نقول السفينة الفضاء ذي وخلاص تشرد بينا ما أعتقد إنه بهذه السهولة خلو بالبداية طلع هنا شوف الجهاز ذا إيش مدى نسوي عنده ما مطولين إحنا هنا تسحب بيه كذا فين الأشياء ذي أوكي صد فيهم بقى لنا واحد بس والله ما ادري فينه لا حول ولا قوة الا بالله فين الاخير ذا اكيد اكيد واحدة ما نهت كاعرفك انا جت دفعة جديدة اكره الاشياء دي والله هي لازم نحط تحت السفينة ولا كيف؟ اعتقد هي اوكي كافو سارة مطلوب يقول لي جاذبية احنا في شي حركنا جاب لنا خلى الجاذبية تروح دحين نبغى نرد الجاذبية اعتقد من فوق ها يقول لي من هنا اوكي خلو اروح من هنا بسم الله خلو لي ايوه رد الجاذبية يا جماعة الخير دحين كل عليه رد الجاذبية جيب من فوق بس خلونا ناخذ نجيب الصندوق ذا خلونا نطلع لفوق كذا ايوه من هنا كيف رد الجاذبية اعتقد خلاص نغادر منه حلو حلو قال لي كم كويكلي الحق هي بسرعة نشرد من هنا والله ما اعتقد انه بعد كنا بهذه السهولة او نيكول هنا كمان عبالي ماتت نيكول والله كنت حاسس صراحة والله ما اعرف النهاية بس كنت حاسس دانييلا ذيك واضح انها خاينة او نيكول واحد منهم سلامات سلامات معك شيء طيب خسارة والله شايفيك ايه نذالة يا جماعة الخير شايفين النذالة تشتغل مع منظمة ثانية هذه planet was one big government experiment. The marker, this divine artifact, it was built by human hands. That's impossible. It's an alien world.
The miners dug up the fucking thing. Not sure it was planted here a few hundred years ago. Even Kynes didn't pick up on that. They found the first marker in some crater on Earth. That one. That was real. Alien. Enough to inspire unitology. Our people studied it and reverse-engineered this red marker. But they needed somewhere to test it. Aegis 7. You've seen the result. The stuff of nightmares. I thought the old reports were just hysteria. Until I saw what I saw. They sealed off the whole system, buried the records nice and clean. Until CEC got greedy. Those idiots tore Aegis 7 apart and woke up with the old research team left behind. So EarthGov sent you to sweep it all under the rug. Damn it, we have to return the marker. If anyone else stumbles across Aegis 7. It was disappeared once. We can do it again. I've seen how the marker fucks with your head. It must be contained. For what it's worth, we made a great team. لئيمة والله. من أول ما شفتها صراحة ما ارتحت لها. خسارة والله. والله ما أدري إيش راح يصير دحين على آيزك المسكين سوى الشغل ده كل شوي اللئيمة ذيك اللي تشرد. ولا قتلت الدكتور المسكين اللي كان هنا. في قتلته ما سوى ولا شيء. وقتلته خلاص دحين اللي عبش تقول لي. هاي ده another location أوكي. هذه نيكول زوجته. Isaac, come in, it's Nicole. Where are you? In the flight control room. Please, you have to come up here now. There's still a way out for us, but we don't have much time. Okay, okay, نيكول كان عبال بالطيارة ذيك بس لا عاد. ميت نيكول عند عارفين بالغرفة ال والله ما كنت ابغى اسوي بالغرفة يا جماعة الخير حقت الفلايت كنترول. تحكم بالطائرة وكذا. روا من هنا. والله أنا لسه عند رأيي أقول إنه بالنهاية راح نواجه كذا وحش قوي. ما أعتقد إنه اللعبة ذحين بس نوصل من قبل إني كل تنتهي والله ما أدري يعني ما أعتقد إنه زي كذا راح تنتهي اللعبة. أو هذه هي إلا والله. You made it. I tried to find you. Half the Ishimura is coming apart, and the other half swarming with those things. How'd you get here? You cleared the way. I can always count on you. Not this time. Daniel screwed me over. You couldn't have known she would take the marker. She left us to die. There's still hope. You can recall the shuttle and remote pilot it from here. Bring back the marker and we can return it to Aegis 7. You can make us whole again. I just don't know what to believe anymore. It's okay, Isaac. You'll know what to do. آخر شيء أيوة خلاص قبلناها. قلت لي you know what to do يعني تعرف شو تسوي. خذ طلقة جماعة آخر. أشوف الجهاز ده. Damn it, Isaac! You don't know what you're doing. I know. Someone's gonna answer for this. You fucking kidding me? Shit! Warning. Escape pod launch detected from shuttle USG-09. Escape pod. Damn! We lost her. It doesn't matter. She can't escape her fate. But who can? تقول ما حد يقدر يشرد من هنا. ردناها. عارفين في زي النظام بالسفينة دي بدك تردها.
خلو نروح الحين. بس مدري ما تبغى تجي ولا يا الله مدري. كيف نطلع من هنا؟ كيف نبر الرصاص؟ والله ما مر كثير. شوف السلاح الرهيب ذا. خلوني يا جماعة الخير أحطه هنا. أوكي أوكي قذف اللعب معنا. كيف رصاص كثير. هذا تقريبا واحدة بوحدة. نشوف الحين. خلوني وانسى تعال. اوكي نحن الحمد لله. خلينا نشوف دحين. اعتقد ماتت هذيك الدنيا. لا شوفك على طول فاضي رجله ولا ايه. اوكي اوكي دحين اللعبه تقول لي خلاص يو ويل نوت بي ايبل تو ريتيرن. اذا في مهمات جانبيه او اي شيء يعني خلاص على الفكره. فلا يا جماعه خلاص يبقى راح ننطلق على الفيلم. خل نحط كونتينيو. ادري هو كان في اصلا مهمات جانبيه باللعبه والله ما ادري. It's easier when there's nowhere to go but forward. This all began in the core of the planet. Daniel said EarthGov built the marker, some experiment they abandoned hundreds of years ago. If you're not ready, your miracle must be as terrifying as a nightmare. The planet is restless, hungry. It'll try to eat us alive. But we have the marker. We'll put things back the way they were. We will be whole again. كم يا جماعة الخير. اوكي شابتر 11 كومبليت كافو. دخلنا بشابتر 12 اسمها ديد سبيس. You can upload the marker from the console. Come on. Unload the marker. والله واضح إن في حفلة كبيرة. Return the marker to its pedestal.
The loading track leads directly to the excavation site. It'll work. The hive mind will obey. We'll be whole again. And you and I can be together. والله من الأشياء الحلوة صراحة بالميمية كذا تعبير الوجه حقت الشخصيات لما يتكلموا. Restore power. تقول لي you need to hurry يعني لازم بسرعة. لازم الباور يا جماعة الخير رد الباور. خلي اشوف لي بطارية هنا ولا هنا. ليه بس خلني اشوف يا جماعة الخير ايش مداني. ابيع ايش مداني اشتريها. كم معايا 13000 كفو والله. خلني اشتري رصاص يا جماعة الخير. خلني اشتري رصاص للسلاح الرهيب ذا. افضل سلاح عندي باللعبة صراحة. خلني نسجل على السريع. نسجل يا جماعة الخير على السريع. ايوه والله ما ادري اذا ابغى استخدم البنش. ما اعتقد معايا والله. معايا اظن قرص واحد بس. اوكي هذا الثاني. هذا حلو يا جماعة الخير بالله بستغل. خلينا نشوف كذا. يقول لي restored the power يعني لازم اعد تشغيل اللي هي الطاقة. ايوه من هنا بس لازم لنا بطارية بالبداية. والله ما ادري في راح لك البطارية. قال لي عقلي ورا بس زي ما شفت ورا ما كان في شيء. ممكن من هنا والله ما ادري من شاف اي بطارية يا جماعة الخير. مستحيل اللعبة كي دستها هنا بلفك. مستحيل يعني مو لذي الدرجة عاد. خليني ارجع بلا معلش ادخل هنا. اوه هنا العلم. اوكي وش عندكم انتم مش دسين هنا. هذي بس. اوكي قال عقلي وراها ممكن. والله المكان ذا يذكرني شوية بالمنطقة الرئيسية حقت ميتال جير يا جماعة الخير. اللي هو اخر جزء. فكرة اخر جزء يا جماعة الخير كذا بتروح المنطقة الرئيسية وكذا. انتم فين طلعتوا؟ اصبر الله ونعم الوكيل. طيب له هديهم كذا. كله منه ذا غير الخفاش الصغير ذا. ما مات. تخيلوا ما مات او ما يبغى يموت. والله ما ادري ايش قاعد تقول ذي. خلنا بس نسوي وقت الاشياء ذي. خلونا يا جماعة خلي اجيب البطارية ونحطها هنا. حلو حلو. هذا احمد انا ننزل ذا ماركر الشيء ذا اللي والله ما ادري ايش يطلع. يقول لي انقل اللي هو انقل الماركر. هل فين انقل؟ والله ما ادري. وريني كذا.
اوكي واضح الباب هذا اللي دحين في قدامنا راح ينفتح. اها اها زي اول فكرين اول نفس النظام نفس النظام. والله سطول الرصاص الله ياخذكم. اوكي خلونا ننهي ذا. قلب له يرجع لورا عشان ذا بينفجر. يا ساتر استر والله يا كثيرين. ها ومن الاشياء ذي كمان. لا حول ولا قوة الا بالله. بالله بس خلونا نرجع لهنا. ادري الساعة اطلق على رجوله ما ادري ليه والله ما يبغى يطيح. والله يا جماعة الخير اللعبة دي ابدا ما ندمت اني حطيتها على الايزي اكون صريح معاكم. ايش فيه ايش فيه كيف يعني خمسة ستة سبعة وحوش كيف منطقة صغيرة. اه وراي انت بالضبط بدي كذا. الحمد لله ساتر. Back in body bags. Then came back. You wonder, is it insanity if everyone else sees what you see? I never have left you in that place. You know that. It was my one bright, shining star in that darkness. Isaac will find me. اعتقد لازم نقولها تدخل من هنا. خلنا بس ارجع لهنا. اه ممكن نجيبها من هنا. اوكي من هنا ايوه على بالي من هنا والله بس لكن شبكة من هنا. اوكي ودحين مع الباب ذا. اي خلونا نسجل خلونا نسجل يا جماعة الخير. ما في باور يا جماعة الخير. طاقة ما في لازم نشغل الطاقة. ريستور باور. أو لازم أدخل من هنا. أوكي وكذا لازم أثبتهم كذا. آه يقول لي من هنا بس من هنا باب مقفل مكتوب لوكت.
انا ما ادري والله، شيء غريب. الحين كيف بطلع من هنا؟ والله ما ادري. ما جت في ذي. خليني اشوف بس بالله. لا والله هذا لو يموت يا جماعة الخير ممكن راح اقتل، بس اعرف ايش هذي ما تموت. كان جيت من هنا ولا بس بالله اشوف الطاقة دي من فين اردها. والله رحت من هنا يا جماعة الخير. اوه الباب الحين صار. بالله شفته، بالله شفته لما الباب كان مفتوح بعد رجع قفل. والله ما ادري كيف. اتوقع الاشياء هذه لازم اقتلها. اوكي اوكي لا والله يموت الحمد لله. والله كان قبل ما يموت بس الحمد لله. شو الاول طلقت عليه افتكر تقدر. ما كان راضي يموت. سكاف والله الحمد لله. خلوك ترى الاشياء دي. اوكي الاخير اخير يا جماعه الخير الحمد لله. بس شي في لسات يقول لي لوكت. الحين بما اني قتلته ايوه افتحوا لي الباب. انا اول جيت هنا والله بس كيف يعني مو مبرمج انه تيجي هنا من غير ما تقتل. لازم تقتلهم عشان الباب انفتح. الحمال ما صعد من هنا. خمسة طرقات بس. هذا ثلاثة. اوكي اوكي خلونا على السلاح ذا. واضح واضح يا جماعة خلينا عندنا. كيف الشيء لازم نسويه حلو حلو. هذه البطارية الثانية الحمد لله كان قبل بطارية واحدة بس. خلونا نحطها هنا. اوكي والثالثة شايفها من هنا. اوه ليش بطلق عليها انا؟ والله جت صدفة غشة. هل كذا سوينا مطلوب؟ عدم تشغيل الطاقة. والله يقول لي باقي لك بطارية واحدة. يقول لي باقي لك بطارية واحدة. البطارية ذي خلي شيل البطارية ذي. وخلونا نحطها هنا. حلو حلو. ريستارت. اوكي الباور اعادة تشغيل الباور. اي مدان عندي. اوكي كفو مدانه. ابغى اروح بس ابغى اروح المكان اللي ابغاه. هي قالت لي ارجع بس. قالت لي ارجع بس. عارفين ما يبغى يدخل هنا. اوكي كفو دخل الحمد لله هنا. لازم اخذ اللفه دي. ما اعتقد لازم اخذ اللفه دي. وهذا هو الباب الحمد لله جبته.
بس بالبداية لازم حلوين ذولي. يا حبيبي ومن اللي معاكم ده؟ استغفر الله. ليه بس خلونا نرجع لهنا. كان أبريكم فيهم. يا أخي المفروض تنفجر أنت حق اليد. استغفر الله. أنا حموت هنا. والله ما بقي معي سعفات كمان. أبشركم والله ما بقي معي ضربة واحدة من دورة حموت. أنا ميت هنا ميت أكيد. أوكي الحمد لله. بالسجالة هنا إن شاء الله الحق أوصل. إذا وصلت هنا خلاص أبشر بالخير. اوكي اقرب لي هنا المخيس. قاعد استلم المنشار كذا. واكيد مت. مو معقول هذا كله ما مت. الحمد لله. اوبا كذا شو اوكي. والله ما ادري كيف هنا ما مت. الحمد لله. بلوكت هنا. البيك اب الباب مقفل. سكاف دحين بدور خلاص ورجعت الطاقة وكذا. خلينا نشوف يا جماعة الخير وخلينا نشتري لي. خلينا نشتري بالباقي كله رصاص. السلاح الرهيب ذا. اكيد اعالج نفسي. وخلونا نرد السلاح بس على السريع يا جماعة الخير معليش. خلونا نرده. أكيد أكيد راح أسجل. أنا شفت قديش قتلنا دوبو. واضح لازم ندمرها. كيف وصل المصدر اظن من وراه او من هنا. بس اجي هنا واخذ الاشياء يا جماعة الخير. رجوت الخزنة. والله صراحة الفصل الاخير ذا شوية بكيف شوية صعب صراحة. يعني والله اللعبة اللي يدور لعبة سرفايفل يا جماعة الخير وحوش. يعني هذه لعبتك. هذه اللعبة اللي تدور عليها. اخذ دروب قذف اللهب كذا.
قاعد اخذ رصاص السلاح بس والله من ريت واحد اعتقد داي والله دا كفو معنا كثير. نحط هذا ايوه هنا سكوت. ايوه مش ينصح من هنا. قلت ترانسفورم يا جماعة تغير يعني انقل عشان ننقل لازم نجي نحط من المصدر حق الاشياء دي اللي بدش تطلع. ايوه من هنا وهذا اللي مفجر الله ياخذه. بس اخذ الاشياء اللي هنا. ايوه خلونا نوزع تحت. اوكي ان شاء الله الخيرة ذي. جبناه من بعيد ذا ماركر ذا اللي والله ما ادري ايش يطلع. ما ادري ايش يطلع الشيء ذا يعني هو عبارة عن ايش والله ما ادري. حلو حلو ناخذ كل شيء هنا. الحمد لله. بس بنسجل على السريع عشان خلاص سوينا كل شيء هنا. ما اعتقد انه بهذه السهولة. اي والله اني داري. حالك انت هنا؟ مشكلة ما ادري هو ما في باور ولا ايش بالضبط. يعني ليش ما بدنا نستخدم الجهاز ذا وننقل الماركر؟ ما ادري والله. خلونا اجي جهة ال ايوه هنا. كوكل انفجر. يا اخي هذا كله ما مت. يا اخي لازم تخلص الذخيره يعني. كله لازم المصدر الثاني. اللي ما ادري فينه. والله ما ادري فين يا جماعة الخير. انا حطمت هذه من هنا. هل في حركتها من هنا؟ يلا طيب شوفوا فين. اكيد راح تجي دفعة جديدة. كيف انا برصاص؟ بالله كافة سلاح رهيب. طيب السكت اللي انفجر ذا.
دعس عليه. اوكي ما يبغى يموت هذا شي فيه. اوكي كاف دحين مات. خلونا ايوه روح لهنا. اعتقد اسم الجائزة ذي دوبنا اخذناها بوشر يعني زي ما تقولوا جزار. كاف والله. اوه لا حول ولا قوة الا بالله. خلونا نبدا اقتل ذا وافتك منه. الله حشكون الله ليوفقهم. اوكي الحمد لله دركت الوضع. جيت انت لطيف والله. ما ادري ايش اللعبه مخليته قوي للصغيرون ذا. بس الحمد لله خلاص قتلناه. اوه فين ذا البري خلاص. الله ولا عشق ما ورانا شيء والله. والله ما ورانا شيء. اهم شيء ذا. اوكي قطعتها الحمد لله. يا لطيف شوفوا ذاك كمان جاي. ساتر اللعبة تبغاني اموت هنا. خذوا مني العلم اللعبة تبغاني اموت هنا. الله شو اسوي يا جماعة اخر ما بقل الا المنشار. ان شاء الله خلاص اخر شيء بله ثواني والله ما تدو. يعني انا لي اكثر من ساعة لي قاعد اقول. انا خلاص هذا اخر شيء شوية. كيف المزيد منهم. كويب بيبا. والله ما ادري فين. ايوه خلونا نحطه هنا. خيانة دي ولا ايه؟ روح ما ادري ايش قاعد يصير والله. ايفاكويت تقول يعني اخرجوا من هنا خلاص. بتضحي بحياته. اوكي كافو خلاص خلونا احنا نطلع من هنا. اصلا ما اعتقد انك تساعدها يا جماعه الخير. انت اهم شيء احنا عارف كيف. اوه اوه
planet crack is about to fall. I gave you a chance to come around, Isaac. But if you still won't see it, I'll help you. One last time. Rig link override. This time, watch to the end. Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. Just had a talk. That's all this research was in the end. Not much, is it? Just had to make it listen when he begged for convergence. But I had a different prayer. It spoke. And then it listened. Make this stop, I said. Maybe it understood, but... Why can't I see you again, Isaac? I loved you. I always loved you. ها هي ضحي بحياته، تعرف كيف؟ عشان انا اوكي. هذه ما كانت نيكول يعني. كيف هذا عاد من جد؟ من جد قتلتها، الله ياخذها. كم نطلع من هنا الحين؟ خلونا يا جماعة الخير نطلع من هنا. اوكي اوكي، واضح في مواجهة أخيرة. صدقوني ما زبطت اللعبة زي كذا، لأنه يا جماعة الخير كيف في مواجهة أخيرة. بس خلوني أعرف كيف أخذ الأشياء ذي. والله دانيال الذي كان نفسه نقتلها صراحة، أنا كنت سعيد والله دان كيف قتلناها يا جماعة الخير. بس خلونا أخذ الأشياء الطيبة ذي اللي هنا. ولولولولو والله قاعد يزبطوني بشكل كبير والله. راح استر المواجهة اللي الحين عندنا. بس اشوف هنا ايش فيه. ناخذ الاشياء هذي اللي هنا. ما ادري ليش يقول الرصاص شو اسمه فل. لا ما شاء الله السلاح ذا دا والله دائما الاقي منه الرصاص. بس بناخذ من ذا، هذا اهم. كيف يا جماعة الخير؟ هذا اهم. بس اجي هنا. ايوه والله كفو، اخذنا له رصاص كثير السلاح ذا. اخذنا له يا جماعة الخير رصاص كثير. خلنا بس بلاي احطه كويب. ايوه هنا
واضح آخر تسجيل عندنا باللعبة. هل يمكن نشال مزيد؟ اوكي. ايش بتسوي؟ طيب خلاص، ايش رايك هنا؟ بنش، خلينا نشوف البنش. او معي 6 ما شاء الله. خلينا نجي هنا وأطور البدلة يا جماعة الخير. كفو، خل أطور كل شيء. خل أجي عند السلاح ذا. وخلنا نروح نواجه آخر زعيم. خلونا نواجه آخر زعيم نحن عندنا يا جماعة الخير. حلو حلو، ان شاء الله يقتل هالوحش. يا سلام، هو ذا النبي. الله الله، كم انها يا جماعة الخير. يا لطيف، ايش الشيء ذا؟ واضح ذا نقاط ضعفه. كافو، قد طورنا السلع ذا. شوف كيف صار. بالله كافو. حلو حلو، ليه يقول لي قتلناه؟ ليه يقول لي قتلناه؟ اوكي كافو، انا هنا. تذكرني والله بالزعيم اللي نهايته زندي في السفينة يا جماعة. تقف حلو، هذا جات فيه. فاكرين يا جماعة تقف نهاية زندي في السفينة زعيم زي كذا. Leave the planet. اترك الكوكب. اخيرا اخيرا يا جماعة الخير. Thank you.
Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. وتتحول، بس واضح على فكرة تتحول بالجزء الثاني ممكن، والله ما ادري صراحة. فكذا يا جماعة الخير ختمنا لعبة Dead Space Remake. ريميك حلو، اللعبة كريميك يا جماعة الخير. بتشوف الفرق ما بين النسخة حقت 2008 ونسخة الريميك هذا، عارف كيف؟ في فرق صراحة. يعني إذا كريميك يا جماعة الخير والله قفزة كبيرة، يعني مو زي مؤخرا جماعة الخير لما نزل Last of Us ريميك، ما كان في فرق كبير بينه وبين الريماسترد اللي نزلت 2014 أظن. بس لكن الفرق ما بين النسخة القديمة حقت Dead Space نسخة الريميك فرق كبير صراحة بالجرافيكس وكذا. اللعبة صراحة جماعة الخير كانت ممتعة، اللعبة كانت ممتعة صراحة، كانت صعبة والله أكون صريح معاكم لدرجة بالنهاية. خففت الصعوبة الفكرة يا جماعة الخير، خففت الصعوبة يعني اللعبة اللي يبغى تحدي اللعبة هذه تحدي، ومن جد كذا لعبة سرفايفل وكذا. فاللعبة حلوة يا جماعة الخير، بس والله ما أدري إذا أحطها أحلى من The Callisto Protocol أو أقل، والله ما أدري. تقول الصراحة الاثنين متساويين، لعبة The Callisto Protocol أو لعبة Dead Space، الاثنين يا جماعة الخير يعني متساويين صراحة. يعني اللي عجبته The Callisto Protocol أكيد راح تعجبه Dead Space Remake. بس لكن يا جماعة الخير أكون صريح معاكم، أنا بتبغون نصيحة، يعني اللعبة ب 69 دولار عارفين يعني نسخة، يعني سعر لعبة كاملة. ففي ألعاب صراحة بالستور كثير أحلى، أكون صريح معاكم. اللعبة والله فيها بعض الأخطاء بالنهاية، تخيلوا قبل مواجهة آخر زعيم اضطريت أني أقفل البلايستيشن وأرجع أشغله من جديد. والله ما أدري هذه نسخة البلايستيشن ولا إيش بالضبط، بس تخيلوا بالنهاية كمان ما كنت قادر أواجه آخر زعيم، اضطريت أني أقفل اللعبة أكثر من مرة والله، وأقتل بعض الوحوش أرجع من جديد عارفين، عشان بس يعني العرض هذاك يا جماعة الخير اللي لما تاخذ الإبرة نيكول كان كل شوي يعلق علي وارجع من جديد. فوالله ما أدري صراحة، تبغون نصيحتي في ألعاب أحلى، اللعبة إذا عليها تخفيضات 100% أقول لك عطوا اشتريها. يعني صراحة لعبة سرفايفل ورعب، من جد رعب صراحة. بس كذا حلو بسعرها الكامل والله ما أدري، يعني في خيارات أفضل صراحة، والقائمة طويلة صراحة، لأنه يعني كيف قديش في ألعاب أفضل. أو انتظروا ريزن دي في الفايف ريميك هذا، يعني اللعبة دي أكيد يا جماعة الخير بقيها تقريبا أقل من شهر راح تكون من أفضل ألعاب يعني الرعب بالتاريخ. فصراحة جماعة الخير اللعبة كانت ممتعة، يعني عارفين كيف، يعني صراحة ما أدري يعني ما أحطها من أفضل ألعاب، بس يعني كانت حلوة صراحة، وكان ريميك محترم، يعني كان يعني من جد شوف في نقصة كبيرة يعني ما بين النسخة القديمة والنسخة دي. فالحمد لله جماعة الخير ختمنا اللعبة. فأتمنى إن كنت خفيف عليكم، أتمنى يا جماعة الخير هذه السلسلة تنال إعجابكم، وإن شاء الله يا جماعة الخير شوفكم في سلسلات قادمة وفي ألعاب قادمة. كان معكم أخوكم عبد العزيز، في أمان الله.